قالت مصادر عسكرية في محافظة لحج إن قوات الجيش الوطني هناك تصدت فجر اليوم الأربعاء لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع محررة في جبهة كرش. وأفادت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين انتهت بدحر هجوم الميليشيا التي سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح. وبحسب المصادر فإن هدوءا حذرا يخيم على جبهة كرش بعد التصدي لهجوم الميليشيا التي تراجعت إلى مديرية الراهدة في تعز. وللحديث أكثر عن هذه التطورات الميدانية ينضم معنا علي منتصر القباطي الصحفي. أهلا وسهلا بك سيد القباطي. يعني اشتباكات عسكرية جديدا في يعني بعد اجتماعات لميليشيا الحوثي تتوعد بالتصعيد ضد لحج، كيف جرت تلك الاشتباكات؟ طبعا وبطبيعة الحال عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الاشتباكات هي كانت قوية يوم أمس بعد أن حاولت الميليشيات الحوثية باستخدام تعزيزات للاقتحام مع إحدى الجبهات المحاذية لمحافظة الجنوبية بالذات جبهة الدبل في كرش، لكن كان هناك استعداد قتالي منذ أيام حيث تم التوجيه من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة التحالف العربي برفع الجاهزية القتالية بمواجهة أي هجوم حوثي يعدله الميليشيات للسيطرة على بعض المواقع الجديدة أو التمدد في مواقع جديدة لم يكن استطاع الوصول إليها من قبل. نعم، بالمقابل يعني ما هي الاستعدادات العسكرية للجيش والمقاومة في كرش لصد أي هجوم حوثي محتمل؟ بالنسبة لجبهة كرش الاستعدادات القتالية بأعلى مستوياتها والتجهيزات العسكرية من عتاد عسكري ومعدات وقوة بشرية القوة المطلوبة لمواجهة أي هجوم قادم. وبنفس الوقت كل الجبهات المحلية لمحافظة الجنوبية بمديرية القبيضة هي على أتم الاستعداد لأي هجوم مستقبلي متوقع. نعم، الصحفي علي منتصر القباطي كل الشكر لك.